اخواني يا اخو، تعالنا لكم من جديد من شمال القطاع لنريكم اخر تطورات البلاد. يا اخوان، هذا القصف وهذا الردع وهذا كله تعرفوا ليش؟ لانه مقاومتنا في قطاع غزه قتلت، شو قتلت؟ فجرت 4 دبابات بس انه مفكر انهم يخشوا غزه، نزل عليهم لنرجعوهم تابوت ولنصر دينهم. راح نصير صحافه لانه فيش شيء ماشي في البلد. طبعا لا كهرب، لا مي، لا اكل، لا شرب، لا نت، فيش شيء في الحياه، فيش شيء. قطعونا عن الله اكبر، حسبا عليك. اخوتي واخواتي الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير، ومن هنا ومن قطاع غزه ننشر لكم اخر التطورات في البلاد. قوات الاحتلال شنغارات متتاليه بالحزام الناري على شمال القطاع لتهجير المواطنين من بيوتهم الامنه الى مناطق الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد من قطاع غزة بعد انقطاع الانترنت عن قطاع غزة اكثر من 24 ساعة. اخوان، احنا اليوم قدام مخبز في غزة، يعني الطابور اكثر من وشنطن يا راجل، والله طريق التحرير هذا اكثر منه. مش هيك يا اخوان؟ اقسم بالله يا زلمة، انا واحد من الناس كنت اكل ربطة، قصرت اكل رغيف الا فاهم، اذا مشر معنا السوق تاخده. وضع ايس كوفي، الطيارة تضرب، وقول حسبي الله ونعم الوكيل في الاحتلال. نزل الله، حسبي الله ونعم الوكيل. هاي كمان واحد اضرب ولاو، دمر البلد. الوضع ايس كوفي على الاخر. فأنا احنا بنرجو من العالم ان يجيبوا لنا الوقود للمستشفيات على الاقليه. احنا للدور بنتحمل ماشي، بس في مرضى، في حاجات محتاجه، في اسر محتاجه هذا الاشي اكثر منا. ومعكم عبود، الوضع مش ايسكوب بالمره.